بسم الله الرحمن الرحيم. هتناول مع حضراتكم الأساليب الخاصة بالتحليل الإحصائي كأحد أدوات اتخاذ القرارات. والحقيقة هنتكلم في مقدمة كده إن متخذ القرار مهارته تتوقف على كم الأفكار المتدفقة منه في تشخيص الموقف اللي هو يرغب في تمحيصه ودراسته، بإدراكه كافة المتغيرات التي تمكنه أن يشخص الموقف تشخيص واضح تماما. ممكن جدا يتعرض متخذ القرار لأن في مجموعة من المتغيرات لا يستطيع أن يدركها أو يحددها، أو قد يكون يعلمها لكن ليس لديه القدر الكافي من البيانات الكاملة المحدثة الدقيقة، فهيضطر إن هو لازم يعتمد على مجموعة من الأساليب الإحصائية لفرز هذه المتغيرات ذات التأثير في الموقف اللي هو عاوز ياخد فيه قرار. الحقيقة بيتعرض متخذ القرار لعديد من البدائل، وكل بديل له تكلفة وله عائد، وبيحاول جاهدا ان هو يختار البديل المناسب ليه اللي هو يعتبر امثل في ظل الظروف والامكانات المتاحة بالنسبة له، وبالتالي يصبح القرار اكثر فعالية في الموقف اللي بيتعرض ليه متخذ القرار. احنا متعودين ان احنا نعمل جنريشن، نعمل توليد لهذه المتغيرات من مختلف الخبرات. عشان كده كل ما اشتغلنا از تيم كل ما كان كم الافكار المولدة اكتر، وبالتالي تنير لنا الطريق الى اتخاذ القرار. لكن لما بتكتر المتغيرات اللي عندي بيقع متخذ القرار في حيرة، أي من هذه المتغيرات له تأثير وأي منها ليس له تأثير، فبيحاول إن هو يلجأ إلى الأساليب الرياضية والإحصائية لكي تختزل هذه المتغيرات إلى عدد أقل يستطيع أن يمحصها بدرجة أكبر ويعطيها أولوية في الاهتمام بتاعه. بصفة عامة احنا عندنا مجموعة من المراحل في التحليل الإحصاء البيانات. بيبقى عندي طبعا قواعد البيانات بتاعتي، وياريت تبقى كاملة محدثة تتسم بالدقة تتسم بالشمولية لكل متغيرات البيئة الداخلية والبيئة الخارجية، وهذه البيانات تتعلق بمجموعة من المتغيرات. وقلنا المتغير قبل كده هو كل ما يتغير فبنسميه متغير، نخضعه للقياس، نخضعه للتقدير، ونجري عليه مجموعة من العمليات الإحصائية باستخدام الأساليب الإحصائية المختلفة، ونتحقق من مدى جوهرية النتائج المستحصل عليها من استخدام هذه التحاليل الإحصائية بغرض التحكم في المواقف بتاعتنا والتنبؤ بها مستقبلا. هنشتغل إن شاء الله في أحد الأساليب الإحصائية الراقية جدا، وهو الفاكتور أناليسيس، التحليل العاملي. التحليل العاملي ده منهج علمي بينحو نحو الإيجاز والدقة وتفسير الكثرة بالقلة. كثرة إيه؟ كثرة المتغيرات. القلة الخاصة بإيه؟ إن هو بيلخص هذه المتغيرات في عدد أقل من العوامل. فإذا هو مبدأ مبني على مبدأ الاختزال، بدل ما يحير متخذ القرار بعدد كبير جدا من المتغيرات
بيقوم باختزالها في مجموعة من العوامل، كل عامل مرتبط بيه، محمل عليه، مشبع عليه عدد من المتغيرات. مهارة متخذ القرار إن هو يدرس كل عامل من هذه العوامل ويبحث في التوصيف لها، يحط لكل عامل عنوان طبقا للخصائص المشتركة للمتغيرات المحملة أو المرتبطة بهذا العامل، وطبقا لأولوية العوامل المستحصل عليها من نتائج التحليل العاملي يبدأ متخذ القرار في الاهتمام بالعامل الأول ثم الثاني ثم الثالث. وهذه المتغيرات بترتبط مع بعض مع العامل وتحمل عليه، فيصبح له معنى، ويستطيع متخذ القرار أن يصيغ أولوياته بناء على نتائج التحليل العاملي. يبقى إذا مهمته الأساسية اختزال عدد المتغيرات إلى عدد أقل من العوامل، وممكن لهذه العوامل أن تستخدم مرة أخرى في تحليلات أخرى، ممكن تدخلها في ريجريشن في تحليل الانحدار، ونصل منها إلى نتائج تكشف الموقف تماما وتشخص الموقف تماما، فتساعد متخذ القرار على اتخاذ القرار المناسب أو القرار الأكثر فعالية. عشان كده بنبتدي الأول أفكر حضراتكم إن التحليل العاملي قائم على العلاقات الارتباطية، وحضراتكم عارفين مما سبق إن هناك ارتباط بسيط بين متغيرين، وارتباط متعدد بين أكثر من متغيرين، ومعامل الارتباط بيقيس طبيعة وقوة العلاقة بين هذه المتغيرات. وعارفين إن معامل الارتباط بيتراوح بين الصفر وزائد وناقص واحد، فإذا كانت النتيجة بتاع معامل الارتباط صفر، أي لا توجد علاقة بين هذه المتغيرات أو بين المتغيرين، إذا كان بسيط، إذا كان واحد صحيح فالعلاقة تامة، سواء كان علاقة طردية أو علاقة عكسية. بمعنى تاني أن معامل الارتباط بتراوح بين ناقص واحد إلى زائد واحد مرورا بالصفر، وهدفه الأساسي إن هو بيدرس طبيعة وقوة العلاقة. الكلام ده احنا عارفينه من قبل كده، كان فكر حضراتكم، لان ده اساس التحليل العاملي هو العلاقات الارتباطية وكشف التباين بين المتغيرات المختلفة. ومعامل الارتباط زي ما اتفقنا بيتراوح بين ناقص واحد الى زائد واحد مرورا بالصفر، والشريحة اللي قدام حضراتكم بتبين تفسير قيم معامل الارتباط، ومن ثم نستطيع أن نحدد نوع هذا الارتباط. فإذا كان زائد واحد فارتباط طردي، عشان إشارة بموجب تام. في التحليلات الإحصائية لما بتطلعش إشارة تفسر أنها إشارة موجبة، ولو قيمة معامل الارتباط من 7 من 10 أي 70% إلى أقل من 1 صحيح والإشارة موجبة فارتباط طردي قوي، من 4 من 10 إلى أقل من 7 من 10 ارتباط طردي متوسط، من 0 إلى أقل من 4 من 10 ارتباط طردي ضعيف، 0 لا يوجد ارتباط. لو قيمة معامل الارتباط تتراوح بين ناقص 7 من 10 وناقص 1 يبقى ارتباط عكسي قوي، من ناقص 4 من 10 إلى أقل من ناقص 7 من 10 ارتباط عكسي متوسط، من 0 إلى أقل من ناقص 4 من 10 فهو ارتباط عكسي ضعيف. يبقى في نتائج الاستاتستيكال باكج اللي احنا هنعتمد عليها اللي هي SPSS
لو ما طلعش إشارة قدام معامل ارتباط نعلم أن العلاقة طردية، لكن إذا كان هناك إشارة سالب فذلك يعني أن هذه العلاقة علاقة عكسية. تعال نشوف بإيجاز كده مفهوم التحليل العملي. هو بيصنف طبقا لهذه العلاقات الارتباطية بين المتغيرات، وبيبسطها وبيختزلها في صورة عوامل. يبقى إذا بيديني أساس التصنيف طبقا للعلاقات الارتباطية بين المتغيرات، ويعيد صياغة هذه المتغيرات ذات الارتباط ببعض في سمات مشتركة، في معاني مشتركة، يعيد تصنيفها إلى مجموعة من العوامل أقل من عدد المتغيرات. عشان كده هو قائم على مبدأ الاختزال، ويفسر الكثرة بالقلة. بيهدف طبعا معامل الارتباط إلى تقسيم المتغيرات طبقا لخصائص مشتركة أو في تشابه بينها وبين بعض، فبيبسط لي العملية شوية قدام متخذ القرار. فبدل ما يبقى احتار في 50 متغير ممكن يبتدي يبص في 5 6 7 عوامل طبقا لنتائج التحليل طبعا، فركز في العامل الأول ويشوف ما هو العامل المشترك أو السمة المشتركة أو الخاصية المشتركة، ويعطي لكل عامل منهم معنى معين، وبالتالي يدي أولويات، لأن زي ما هنشوف قدام شوية العامل الأول بيبقى الجذر الكامن بتاعه بيبقى أكبر، والجذر الكامن ده عبارة عن مجموع مربعات إسهامات كل المتغيرات على كل عامل كلا على حدة، والعامل الأول بيبقى جذره الكامن أكبر، العامل الثاني الجذر بتاعه أقل من العامل الأول، العامل الثالث الجذر الكامن بتاعه أقل من العامل الثاني، وبالتبعية من العامل الأول. فزي ما هنشوف قدام شوية إن هناك جذر كامل لكل عامل بيعبر عن إسهامات كل المتغيرات على هذا العامل، وهناخد مجموعة من المحكات أو المعايير هنعرفها قدام شوية. لكن القاعدة عندي إن كلما زادت قيمة الجذور الكامنة كلما زاد التباين الذي يتم تفسيره أو يوضحه العامل. عشان كده بقول العامل الأول أكثر أهمية من الثاني، أكثر أهمية من الثالث، لكن في حقيقة الأمر المهارة إن أنا أدرس الخصائص المشتركة لهذه المتغيرات على كل عامل وأطلق لها مسمى معين يعبر عن هذه الخصائص المشتركة، ومن ثم نستطيع أن نفسرها. ترى ما هي أفضل طرق التحليل العملي التي سنستخدمها ولماذا؟ الحقيقة الطريقة الأكثر شيوعاً والمتعارف عليها في البحوث الاجتماعية اللي هي Principal Component، اللي هي المكونات الأساسية، وبنستخدمها في التحليل العملي لأنها بينتج عنها تشبعات تتسم بالدقة، وكل عامل بيستخرج أقصى قدر ممكن من التشبعات دي أي من ارتباطات المتغيرات على هذا العامل، وفي نفس الوقت بتقلل لي بالتبعية ما يسمى بالبواقي اللي أنا مش قادر أفسرها، فهي بتستخلص أكبر قدر ممكن من السمات المشتركة للمتغيرات على العوامل، وتتسم ساعتها بقى المصفوفة الارتباطية بتاعتي، بختزلها
إلى أقل عدد من العوامل. وهنشوف في المثال أو الحالة اللي احنا هناخدها. عندي محكات، عندي معايير علشان ابتدي اشتغل دون الخوض في التفاصيل طبعا باسلوب التحليل العاملي اللي احنا اتفقنا ان هو بيعتمد على الايجاز والدقه وتفسير الكثره بالقله اللي هو طبقا لمبدا الاختزال. فاحنا عاوزين نريح متخذ القرار ونحط مجموعة من المعايير بحيث انها تقلل له هذا الكم الهائل من المتغيرات الى عدد اقل في العوامل، ومن ثم يستطيع ان يمحص كل عامل من هذه العوامل. في عندي محك اسمه كايزر. المحك ده بيقول لي انا مش هاخد العامل الا لو كان الجذر الكامن بتاعه واحد فاكثر، لا يقل عن واحد صحيح، علشان اضمن ان هناك تباين مشترك بين المتغيرات المختلفة على كل عامل من هذه العوامل. يبقى اذا المعيار عندي اللي هو طبق المحك كايزر ان العامل اللي جذره الكامن واحد فاكثر هعتبره عامل محمل عليه مجموعة من المتغيرات. أبتدي أدرس هذه المتغيرات وأجد سمات مشتركة منها، ومن ثم أقدر أسمي هذا العامل يهتم به متخذ القرار ويخضعها للتحليلات الأخرى لكي يعلم من يؤثر على من بمقدار كام. يبقى إذا محك كايزر بيقول لي العامل اللي هيعتد بيه اللي هو جذره الكامن أكبر من واحد صحيح أو واحد فأكثر، لكن لو طلع 98% الجذر الكامن للعامل ده أنا مش هاخده طبقا لمحك كايزر، ولا تعتد بالعوامل إلا ما يزيد جذرها الكامن اللي هو التباين على المتغيرات المرتبطة بهذا العامل عن واحد صحيح. بندور هذه العوامل بعديد من الطرق، أشهر هذه الطرق وأكثرها استخداما اللي هي فاريماكس طبقا لكايزر برضو. وهذا التدوير بيديني استخلاص أكبر قدر ممكن من هذه من التباينات بين المتغيرات ومن ثم العوامل، فبيديني أفضل حل في تصنيف المتغيرات وتحميلها على العوامل. يبقى أفضل طريقة عندي وهي الشائعة هي طريقة الفاريماكس علشان أقدر أستخلص منها أفضل قدر ممكن من العوامل، كل عامل منهم محمل بعدد من المتغيرات مرتبطة عليه بينهم وبين بعض سمات مشتركة. وأبدأ بعد كده في تفسير هذه العوامل، وبالتالي أقدر أشخص الموقف بتاعي وفي صورة اختزالية أمام متخذ القرار، وأقلل درجة الحيرة والتردد بالنسبة له، فيبدأ في أن يرى الصورة بأكثر وضوحًا، وبالتالي يستطيع أن يتخذ القرار الأكثر فعالية. إحنا حقيقة هنتناول حالة عملية خاصة بمفهوم إداري رائع طبعا جدا. هذا المفهوم الإداري اللي هو يتعلق بالتدوير الوظيفي. احنا عارفين لما مدير بيقعد فترة طويلة في إدارة معينة أو في قسم معين أو في قطاع معين بيحصل انسجام وتوافق واستمالة بينه وبين
من يعملون معه. خلاص خدوا على بعض بقى، وكل واحد فهم التاني، وده ممكن ينعكس في جانبه السلبي على الأداء بتاعي، وهيفضل اللي بيعمله النهاردة هو هو اللي هيعمله بكرة، هو هو اللي هيعمله بعد كده، فقد يتعرض إلى نوع من الملل، قد يكون الروتينية، قد يكون تعتبر الأمور ماشية بقوة الدفع الذاتي. القرارات اللي بياخدها في أغلبها هي هي اللي بتتاخد قدام، وبنسمى الأداء بتاع الشخص بيقل. طب نعمل إيه؟ هو اكتسب خبرات خلاص في مكان معين، لماذا لا ينتقل من مكان إلى مكان آخر، يستفيد من خبراته ويستفيد من خبرات في المجال الجديد، ومن ثم نقدر ننمي هذه الخبرات ونكسر الحلقة بتاع الملل والبيروقراطية والروتينية في أداء الأعمال. ولما يكتسب خبرات جديدة كم المعارف بتاعته هتبقى أعلى، وبالتالي قدرته الإبداعية ممكن تتحسن جدا، ويرى الأمور بمنظار أشمل ومنظار أعمق، لأنه هيتعامل مع ناس تانية في مكان آخر خبراتهم مختلفة، وإحنا متفقين إن الفروق بيننا هي فروق خبرات، فعاوز أعظم مستوى الأداء. فلماذا لا نفعل المفهوم الخاص بالتدوير الوظيفي؟ إن أنا أنقل الشخص من مكان إلى مكان آخر، هينتقل بخبراته السابقة ويكتسب خبرات جديدة، فكم ونوعية ودرجة تنظيم هذه الخبرات هتختلف، وهينعكس ده على طريقة التفكير ومن ثم مستوى الأداء بتاعه. تعال نشوف ما تضمنتها الحالة اللي احنا هنعرضها، ودي حالة واقعية فعلية تمت، وصلنا منها إلى نتائج رائعة في عملية التدوير في أحد الجهات، وانعكس إيجابيا على مستوى الأداء. ده مفهوم المبسط جدا للتدوير الوظيفي، وزي ما اتفقنا عاوز أشخص واخد آراء الناس في الجهة دي نحو فعالية التدوير الوظيفي، وهل هم موافقين إن يتقبلوا هذا المفهوم ولا لأ، وبناء على النتائج بتاعته تم اتخاذ قرارات هنعرفها قدام شوية. احنا اتفقنا في موازين القياس إن كان عندي الميزان الاسمي والترتيبي والفئات المتساوية والنسبي، واتفقنا عشان أوصل إلى تحليلات كمية أرقى موازين القياس في هذه الحالة هو المقياس النسبي، وزي ما اتفقنا أدنى مستويات القياس هو الميزان التصنيفي الإسمي. المقياس النسبي اللي احنا اتفقنا عليه وهو أرقى مستويات القياس فعلا طبقناه في المطايرات اللي هنشوفها في الشريحة التالية، وحصلنا منها على مجموعة من النتائج. تعال مع بعض نحاول ان احنا نفهم ما هي هذه المطايرات، وبعدين نخضع هذه المطايرات للتحليل العاملي بغرض الوصول الى عدد من العوامل، نستخلص اكبر قدر ممكن من العلاقات الارتباطية بين المتغيرات اللي احنا هنعرضها على حضراتكم. كان عندي 10 متغيرات خاصة بالتدوير الوظيفي. المتغير الاول بيقول لك يحقق التدوير الوظيفي زيادة الانتاجية وتنمية الخبرات.
فليجيب، هو حر، له حرية مطلقة أن يختار رقم نسبة مئوية تتراوح بين 0 و100%. وكل من المفردات اللي احنا أخضعناها للدراسة، دراسة عملية واقعية في جهة ما، المفردات أجابوا عن كل متغير من هذه المتغيرات بنسبة مئوية تتراوح بين 0 و100%، وكل منهم أدلى برأيه أو اتجاهه. فكان المتغير الأول أن التدوير الوظيفي يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتنمية الخبرات. المتغير الثاني قال لي أن يحقق التدوير الوظيفي زيادة الرصيد المعرفي، لأنه هينتقل من خبرة من مجال عمل اكتسب فيه خبرات سابقة إلى مجال عمل آخر هيكتسب فيه خبرات جديدة، مما ينعكس إيجابيا على إيه بقى؟ على التجديد والإبداع في العمل، لأن كم خبراته ونوعية خبراته هتزيد، وهيرى الأمور بمناظير مختلفة عما تعود عليها نتيجة الرتابة في مكان معين فترة طويلة والتكيف مع من يعملون معه داخل هذا المكان. المتغير الثالث قال لك يمكن التدوير الوظيفي يمكن التدوير الوظيفي من إبراز المواهب والقدرات الكامنة لدى القيادات والعاملين، وده حاجة طبيعية جدا لتنوع الخبرات وتنقلهم من مكان أو مجال عمل إلى مجال عمل آخر. طبعا ده في أساس الاختيار إن هو يصلح لشغل هذا المكان الذي سينتقل إليه. ففعلا كل واحد عنده قدرات كامنة ممكن يصلح في مكان بدرجة أفضل من مكان آخر، والوسيلة بتاعتنا إن احنا هنعمل روتيشن، ده هنعمل هذا التدوير، هذا التنقل من مكان إلى مكان آخر، فيبتدي تظهر المواهب والإمكانات والقدرات الكامنة سواء كان القيادات أو العاملين في هذا المكان. المتغير الرابع بيقول يؤدي التدوير الوظيفي إلى التخلص من الروتين والملل والبيروقراطية. خلاص اللي عايش فيه النهاردة هو هو اللي عايش فيه بكرة، مش محتاج إمعان فكر، مش محتاج نظرة مختلفة للأمور، لكن لما ينتقل إلى مجال عمل آخر يتناسب طبعا مع المقومات بتاعته، مع الإمكانات بتاعته، مع المهارات بتاعته، مع الخبرات بتاعته، هيحس بالتجديد فهيتخلص من الروتينية والملل والبيروقراطية. في بعض الأماكن بتبقى محتاجين مهارات وخبرات لكن مش لاقيين، لكن لما أكتشف ما يتميز به كل شخص من الأشخاص في جهة ما وأنقله وأطبق عليه التدوير الوظيفي، أقدر أسد النقص في المهارات المطلوبة في أماكن معينة ما كنتش شايف من يصلح لها، فينعكس إيجابيا على فعالية الأداء. دي الخمس متغيرات، وفي عندي خمسة. المتغير نمرة 6 بيقول لي يؤدي التدوير الوظيفي إلى التغيير المستمر في الوظائف القيادية مما يسبب مشكلات للعاملين. الخمسة السابقين هم إيجابية التدوير الوظيفي، هنا بقى العاملين هيبتدي يقلقوا لما أجيب له مدير جديد بفكر جديد يقول لك احنا كنا عارفين بعض ومستكينين والعلاقات بيننا ماشية واحنا فاهمينه وهو فاهمنا، يجي لهم واحد جديد هيبتدي يطلب منهم طلبات، يبتدي يستخدم اساليب مختلفة تبقى الخبرات بتاعته، واحنا نستمهل للراحة بالطبيعة يعني، فيقول لك الله ده هيشغلنا بقى. فبيشعر العاملين ببعض المشكلات نتيجة التغيير في القادة بتوعهم،
لأن هو استمال وخلاص وبقى مرتاح مع اللي اتعود عليه وكل واحد فهم التاني، لكن العمل ماشي في رتابة. المتغير السابع بيقول يؤدي التطوير الوظيفي إلى عدم قدرة المدير على استيعاب عمله وتفاصيله في وقت قصير. هم يروا هكذا، لكن مع حسن اختيار من يصلح في أي مكان هو ده المعيار. فالمهارة في تطبيق التدوير الوظيفي إن أنا عارف متطلبات الوظيفة التي سينقل ليها ولو مؤقتا، وعارف مقومات هذا الشخص، فأقدر أختار الشخص المناسب في المكان المناسب، وساعتها المشكلة دي مش هتبقى موجودة، هيقدر يستوعب على طول متطلبات العمل الجديد ويعرف التفاصيل الخاصة بتاعته، وبالتالي هيؤدي العمل بمهارة بدرجة أكبر. زي ما اتفقنا إن أنا لغيت له الملل والرتابة والبيروقراطية في المجال اللي كان يعمل فيه فترة طويلة، كأني بجدد الفكر بتاعه، وهو طبقا لما تتوافر فيه من مقومات يستطيع أن يستوعب تفاصيل العمل الجديد في وقت قصير. لكن لازم أقول له الإيجابيات وأقول له السلبيات كما يروها هم. المتغير الثامن نتيجة تغير القيادات وتأقلم العاملين معاهم لفترة طويلة، بيقول لي يؤدي التدوير الوظيفي إلى ضعف ثقة العاملين في القيادات المتغيرة. يقول لك هم مشوا ليه؟ لأن الكونسيبت بتاع النقل الموظف من مكان إلى مكان عندنا للأسف ارتبط في أذهان الكثير بالعقاب. ده مش حقيقي طبعا فيما يتعلق بمفهوم التدوير الوظيفي. احنا بننقله علشان يدي ويفجر الامكانيات بتاعته وينعكس ايجابيا على مستوى الاداء. فما لا داعي ان هو يقول لك هم نقلوه، لا ده هم مش واثقين فيه طبقا للخبرات السلبية السابقة اللي عند اغلب الناس ان النقل عقاب، وهذه ليست حقيقة ادارية. يعني المتغير التاسع بيقول لي إن التدوير الوظيفي بيؤدي إلى فقد بعض القيادات للخبرات المكتسبة نتيجة تعامله في مجال معين وقت طويل. يعني أنا عاوز أفضل على حالي، يعني عاوز أفضل ما أؤديه سأؤديه النهاردة وبكرة وبعده. هل من جديد التدوير الوظيفي بيتيح للأفراد فرص تجديد هذه الخبرات، وبالتالي يبقى عنده قدرة على أن يرى الأمور بمنظار مختلف، ويستطيع أن يدرك علاقات بطريقة مختلفة كان لا يدركها سابقا في مجاله اللي هو قعد فيه فترة طويلة، وحصل تكيف بينه وبين العاملين معاه، وأصبح مستوى الأداء يعني غير مناسب. التدوير الوظيفي المفروض ان هو هيتغلب على دي لانه هيكسبه خبرات جديدة، وهنشوف هذا المتغير وغيره علاقتهم الارتباطية شكلها ببعض ايه. المتغير العاشر بعد عرض التسع متغيرات السابقة بنقول له درجة موافقتك على تطبيق التدوير الوظيفي. يبقى انا عندي كون هو موافق بعد ما اتعرض للتسع متغيرات دول، يبقى انا عاوز اشوف المتغيرات دي كيف يمكن تصنيفها، كيف يمكن اختزالها في عدد اقل من العوامل، الادارات المختلفة ما هي اولوية الاهتمام لتدعيم فكرة التدوير الوظيفي وتحقيق اقصى فعالية في الاداء من تطبيقه، عشان أستفيد من كافة هذه الخبرات والإمكانات سواء كان إمكانات معلنة أو إمكانات كامنة. تعال نشوف إيه اللي هيحصل في الـ10 عوامل دول.
احنا الاول الستاتستيكال باكج اللي هي اس بي اس اس دي المخرجات بتاعتها خلاص انتهى عهد ان احنا هنطبق الاحصاء بعمليات الجمع والضرب والطرح والقسمه. خلاص الستاتستيكال باكج بتطلع لي كل هذه المقاييس التي نرغب في التوصل اليها دون الحاجه الى حسابات مننا معقده جدا، ولو أخطأنا في رقم هينعكس على الأرقام التالية. فأول حاجة بيطلعها الفاكتور أناليسيس التحليل بتاعي إن إحنا بنصل للإحصاءات الوصفية أو المقاييس الوصفية، المين اللي هو المتوسط الحسابي وإحنا عارفينه قبل كده، الستاندرد ديفيشن اللي هو الانحراف المعياري، وأدي المتغيرات من 1 إلى 10. المتغيرات بتاعتي باختصار، المتغير الأول زيادة الإنتاجية وتنمية الخبرات، الثاني زيادة الرصيد المعرفي والإبداع، الثالث إبراز المواهب، الرابع التخلص من الملل والروتينية والبيروقراطية طبعا، الخامس سد العجز في المهارات وزيادة الفعالية، السادس إحداث مشكلات للتغيير المستمر في القيادات نتيجة تكيف العاملين معهم، السابع عدم القدرة على استيعاب المهام الجديدة، والثامن ضعف ثقة العاملين في تغيير القيادات، والتاسع فقد القيادات لخبراتها المكتسبة من العمل الأول، الفاريبل العاشر هي درجة الموافقة على التطبيق، وله حرية مطلقة كان زي ما اتفقنا في كل متغير من دول أن يجيب بصفر أو درجة تتراوح بين هذا الصفر وتمام الموافقة 100%. من الإحصاءات أو المقاييس الوصفية دي أنا شايف إن أكبر متوسط حسابي هو خاص بالمتغير الأول وهو زيادة الإنتاجية وتنمية الخبرات، يعني مفردات العينة أجابوا عن هذا المتغير بنسبة 96.63% بأكبر متوسط حسابي موجود في العشر متغيرات. يلي مين بقى اللي أنا عامله بالأحمر ده؟ درجة الموافقة على تطبيق التدوير الوظيفي، وما بينهما بقى من متوسطات خاصة بالمتغيرات الأخرى. لما أجي أبص إحنا كمحللين بقى، حضرتك تروح باص على الانحراف المعياري ستاندرد ديفيشن، تلاقي أقل انحراف معياري هو خاص بالمتغير رقم 1 اللي هو يعبر عن أن التدوير الوظيفي يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتنمية الخبرات لدى الأفراد، كان أقل ستاندرد ديفيشن اللي هو 8.1%. معنى كده احنا اتفقنا في مفهوم الانحراف المعياري، كل ما صغر الانحراف المعياري كل ما دل على تجانس الاستجابات نحو المتوسط الحسابي بتاعها. معنى كده ان في اتفاق بدرجة كبيرة، في اختلاف في اختلاف بس عند حده الأدنى، لأن انحراف المعياري للمتغير الأول 8.1%. يلي في الانحرافات المعيارية الخاص بالمتغير رقم 10 اللي هو الموافقة على التطبيق، جه الانحراف المعياري 11 وتقريبا 6.1%. فصغر الانحراف المعياري لكلا المتغيرين بيقول لك ان الغالبية متفقين على ان بالفعل التدوير الوظيفي يؤدي الى زيادة الانتاجية وتنمية الخبرات، وان درجة الموافقة على التطبيق بتاعته كبيرة والاختلافات عليها قليلة. ليه؟ لأن الانحراف المعياري بتاعه قليل. ونقدر نقرأ زي ما حضراتكم شايفين المتوسط الحساب والانحراف المعياري لكل متغير من هذه
المتغيرات. طبعا احنا اتفقنا ان التحليل العاملي الفاكتور اناليسيس قائم على العلاقات الارتباطيه، فدي مصفوفه الارتباط الجباره بين 10 متغيرات، وبالتالي الاس بي اس اس هتطلع لي مصفوفه ارتباط 10 في 10 يعني 100 معامل ارتباط. عندي هنا معاملات ارتباط عليها 2 استركس اللي هي نجمتين، ده معنى كده ان الارتباط دال له معنى ب 99%، اي ان هناك خطأ في هذه العلاقات الارتباطية فقط 1%، وهناك ارتباطات عليها نجمة واحدة 1 استركس، فبالتالي هيبقى درجة الثقة في هذه العلاقة 95%. لما اشوف متغير رقم 10 اللي هو انت موافق ولا مش موافق وبكام موافق، هلاقي ان اغلب المتغيرات بتاعته دالة احصائيا. في عنده اللي انا معلمه بالشريط الاحمر تحت ده، والمتغيرات اللي معلم عليها بالاصفر هي غير دالة احصائيا، يعني ملهاش معنى. في ارتباطات لكن ملهاش معنى، مش جوهرية يعني، مش حقيقية يعني لا يعتد بيها. مطلوب بقى من التحليل العاملي عن طريق التدوير بالفاريماكس والمعيار بتاع كايزر للايجن فاليو بتاعي اللي هو التباين المشترك ده، ان انا استخلص من العشر متغيرات دول طبقا للعلاقات الارتباطية لهذه المصفوفة عدد من العوامل. المفروض انها اقل من 10، وكل عامل زي ما اتفقنا في الاول يحمل بعدد من المتغيرات التي لها ارتباط بعضها ببعض ومرتبطة بالعامل وتديني سمة مشتركة لهذا العامل طبقا للطرق اللي احنا اتكلمنا عليها واللي احنا هنستخدمها. فمتخذ القرار لو استخلصنا عدد اقل من العوامل يقدر يركز فيها، وبالتالي يقدر يحط ماذا يفعل لكي يحقق اقصى فعالية ممكنة من التدوير الوظيفي. تعال بقى نشوف كيف يمكن تفسير نتائج التحليل العاملي. ادي الروتيتد كومبوننت ماتريكس اللي هي مصفوفة التدوير، وصلت لي الى 3 عوامل اهو، الكومبوننت العامل الاول والثاني والثالث. العامل الاول اللي هو الموف، الثاني الاخضر، الثالث الاحمر، وحمل على كل عامل من هذه العوامل عدد من المتغيرات بينهم ارتباطات مشتركة طبعا، وهم مرتبطين بهذا العامل طبعا طبقا لطريقة البريمس بالكومبوننت أناليس، أيوه طريقة المكونات الأساسية بتاعتي أيوه، والتدوير بالفاريماكس أيوه، وطبقا للمعيار بتاع كايزر أيوه. تعال نشوف العامل الأول. العامل الأول الأيجن فاليو بتاع فاريبل نمرة 2 اللي هو معامل ارتباط بيه 897 من 1000. شوف متغير نمرة 4 873 من 1000، نمرة 3 790 من 1000، نمرة 5 706 من 1000، ومحمل عليه فاريبل نمرة 10 اللي هو 502 من 1000. تعال نشوف هذه المتغيرات المحملة على العامل الأول في علاقات ارتباطية بينها، لكن أنا شايف إن الفاريبل نمرة 10 اللي هو ارتباطه بالعامل الأول 502
مرتبط بالعامل الثاني 631 من 1000، يبقى ماليش لازمة خالص ان انا اخد المتغير رقم 10 في العامل الاول واقتصر على ان العامل الاول محمل باربع متغيرات اللي هو x2 x4 و x3 x5، وهذا العامل اللي هو نمرة واحد زي ما اتفقنا هنحمل عليه أربع متغيرات، والمتغير رقم 10 اللي تحميله على العامل الأول 502 هناك تحميل ليه أي مرتبط بعامل آخر بدرجة أكبر اللي هو 631، يبقى إذن المتخذ القرار هيبص على العامل الأولاني في أربع متغيرات فقط اللي هو x2 و4 و3 و5، اما x10 هيحمل على العامل رقم 2. لما نشوف العامل نمرة 2 الاقيه عليه خمس متغيرات، بس عندي variable 3 محمل على العامل الاول ب 790 من 1000 وعلى العامل الثاني بتحميل أقل 524، يبقى أنا مش هحسبه على العامل الثاني. أشوف المتغير اللي محمل على العامل الثاني اللي هو variable 1 ب 851 من 1000، ارتباطه بهذا العامل الثاني كبير جدا، وvariable 9 اللي هو x9 793 من 1000 وX10 631 من 1000 اللي أنا شلته من العامل الأولاني وهيحمل على هذا العامل الثاني، ولاقي إن X6 اللي هو variable 6 معامل تحميله على العامل الثاني 347، لكن أنا شايف إن محمل على العامل الثالث ب 690، يبقى أنا مش هاخد variable 6 على العامل الثاني وهخليه لأن ارتباطه بالعامل الثالث أكبر من ارتباطه بالعامل الثاني. يبقى أنا هشيل X3 من العامل الثاني وهشيل X6 من العامل الثاني وهيظل على العامل الثاني ثلاث متغيرات فقط هي X1 و X9 و X10. أروح للعامل نمرة 3 ألاقي عليه X10 X9 وعليه X8 وX6 X7، بس X9 377 وهو هو X9 محمل على الثاني ب 793، يبقى أنا مش هاخد X9 على العامل الثالث لأن تحميله ارتباطه بالعامل الثاني أكبر من العامل الثالث، يبقى أنا هلغي X9 من العامل الثالث ويظل على العامل الثالث X8 وX6 وX7. تعال نشوف بقى بعد كده ما معنى أن العامل الأول محمل عليه أربع متغيرات والعامل الثاني محمل عليه ثلاث متغيرات والعامل الرابع محمل عليه ثلاث متغيرات، يبقى أربع متغيرات في العامل الأول زائد ثلاث متغيرات في العامل الثاني زائد ثلاث متغيرات في العامل الثالث، يبقى كده عندي العشر متغيرات بتوعي تم اختصارهم واختزالهم إلى ثلاث عوامل، محمل على كل عامل هذه المتغيرات ذات السمات المشتركة التباينات المشتركة اللي لازم أقعد كمتخذ قرار أفكر ما معنى العامل رقم واحد اللي محمل عليه أربع متغيرات وما معنى العامل رقم اتنين اللي محمل عليه ثلاث متغيرات وما معنى العامل رقم ثلاثة اللي محمل عليه ثلاث متغيرات وماذا أفعل بعد كده أنا كإدارة.
فلما اشوف على العامل الاول x2 و4 و3 و5 اقدر الاقي ان هناك سمات مشتركه. ارجع بقى للمتغيرات بتاعتي، ممكن اختزلها واقول ان العامل الاول يعبر عن ايجابيات التطوير الوظيفي فيما يتعلق بزياده الرصيد المعرفي، وينعكس ده ايجابيا على التجديد والابداع، ويتخلص من الروتينيه والملل والبيروقراطيه، ويمكن من ابراز المواهب والقدرات الكامنه لدى القيادات، ويحقق سد النقص في المهارات المطلوبه لزياده فعاليه الاداء. ده مضمون العامل الاول اللي ممكن اسميه ان دي ايجابيات التدوير الوظيفي. يجي بعد كده بقى ان انا ابتدي اوعي الناس اكتر فاكتر عن هذه الايجابيات لكي تتغلب على السلبيات اللي ممكن تظهر في التصنيف بعد كده. العامل الثاني اتفقنا عليه X1 وX9 وX10. X1 كان بيقول ذات الانتاجية وتنمية الخبرات، وده كان ارتباطه كبير جدا ومتوسطه كبير وانحراف المعياري بتاعه كان صغير، وكان يليه في كده المتوسط رقم 2 اللي هو كان بتاع X10، وكان انحراف المعياري ايضا اقل. فبيقول لي X1 زادت الانتاجية وتنمية الخبرات، وX9 بيؤدي الى فقد نقص القيادات الخبرات المكتسبة لممارسة العمل والتفاعل مع نفس العاملين فترة طويلة، وX10 كان بيقول للموافقة على التطبيق. ما هو ده بقى هيديني خاصية مشتركة بينهم كده، الثلاث متغيرات دول أقدر أقول عليه ضرورة تطبيق التدوير الوظيفي منعا للتكيف السلبي مع العاملين. وتبدأ الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللي هي توعي الناس كيف يمكن زيادة الإنتاجية وتنمية الخبرات عن طريق هذا التدوير، وإن مفيش حاجة اسمها الخبرات اللي فاتت هتنقص، بالعكس ده هيكتسب خبرات جديدة والأفق بتاعه هيتسع، ومن ثم هيرتبط بالإبداع والابتكار. العامل الثالث كان محمل عليه X9 X8 وX6 وX7 بالترتيب كده، وX8 كان بيقول لي انه يؤدي التدوير الوظيفي الى ضعف ثقة العاملين في القيادات المتغيرة نتيجة المفهوم الخاطئ لعملية النقل والتنقل بين الوظائف اللي احنا متوارثينها اداريا للأسف. X6 بيقول لي ان ده سبب مشكلات للعاملين في التغيير المستمر في القيادات، برضو فلسفة إدارية سلبية تم اكتسابها خلال الفترات اللي فاتت. X7 بيقول لي عدم قدرة المدير على استيعاب العمل بتاعه في وقت قصير. الله، إذا كان لديه كم من الخبرات ويتميز بإمكانياته، اكتشفنا أن لديه إمكانيات كاملة تمكنه أن يؤدي عمل في مكان آخر بدرجة أفضل. طب لماذا قدرة المدير على الاستيعاب هتقل؟ إذا هنا في مقاومة شوية كده لعملية التنقل نتيجة الخبرات السلبية الإدارية المتوارثة بين العاملين. وبالتالي نقدر نقول العامل الثالث ده هياخد من الإدارة اهتمام في التغلب على سلبيات التدوير الوظيفي نتيجة طول الفترة بتاع وجود القيادات مع مجموعة معينة من العاملين. فإذا دلوقتي بدل 10 متغيرات هو هيقدر يبص لثلاث عوامل، كل عامل محمل بعدد من المتغيرات بينهم سبات مشتركة، أطلقنا عليه مسمى معين، مضمون معين،
له تفاعلات وله تعاملات مختلفة من قبل إدارة عشان أبتدي أدعم الإيجابيات وأتغلب على السلبيات وأدعم ضرورة تطبيق التدوير الوظيفي، لأن نسبة الموافقة على ضرورة تطبيقه المتوسط الحسابي بتاعها كنسبة مئوية كبير جدا طبعا. ادي الثلاث عوامل الذي تم استخلاصها. العامل الاول السهم النازل الرأسي ده من فوق الى اسفل، من اعلى الى اسفل، ده بيقول للايجن فاليو اللي هو التباين بتاع كل عامل من هذه العوامل. العامل الاول كان التباين بتاعه 4 و122 من الف، احنا اتفقنا المعيار بتاعي 1 على الاقل طبقا لكايزر. 422 ده كان العامل الاولاني التباين بتاعه، وفسر لي قد ايه بقى اروح نتيجة التدوير التحميل بتاع هذا العامل 30 و304 من الف اللي هو بالموف. اجل العامل الثاني كان الايجن فاليو بتاعه 2178 من الف، اكبر من 1 اهو، ولما دخل العامل الثاني مع العامل الاولاني انتقلنا الى معدل تفسير لهذه المتغيرات 53 و268. العامل الثالث 1 و78 من الف، اكبر من 1 اهو. لما دخل العامل الثالث كان التباين المشترك بتاعه 20 و502 من الف، الاجمالي كله لهذا التباين المفسر 73 770 من الف، ودي نسبة رائعة لاستخلاص التلات عوامل من العشر متغيرات. لو جينا بصينا للكومبوننت نمبر 4 الاقيه 857 من الف اقل من 1، لا مش هيدخل، يبقى احنا استقرينا على ان احنا عندنا تلات عوامل قدرتهم التفسيرية للتغيرات المشتركة للعشر متغيرات 73 و770 من الف في المية، ودي تعتبر نسبة رائعة لتفسير التغير المشترك للعشر متغيرات باستخلاص ثلاث عوامل. في اختبار اسمه كيمو، النسبة التفسيرية كيمو ده بيعبر عن جودة القياس في اختزال المتغيرات الى عوامل. احنا اتفقنا كان عندنا 10 متغيرات، والعشر متغيرات دول تم استخلاصهم بثلاث عوامل. عاوز اتحقق هل فعلا الاستخلاص ده جيد ولا مش جيد. طالما زاد الاختبار بتاع كيمو وهو جوهري طبقا للسهم بتاعي 0 0 0 السيجنفكانت بتاعته 0 يعني جوهري 10 10، وطالما زاد كيمو عن 60% يبقى اذا هذا القياس وهذا الاستخلاص استخلاص جيد جدا. هنا عندي كيمو كام؟ 67.9% يقترب من 70%، معنى كده ان ما تم استخلاصه من ثلاث عوامل اللي تضمنت العشر متغيرات، اللي العامل الأول تضمن 4 متغيرات، والعامل الثاني تضمن 3 متغيرات، والعامل الثالث تضمن 3 متغيرات، يبقى احنا كده جودة القياس بتاعتي واختزال هذه المتغيرات كويسة جدا، وموافقين وجوهرية ودل إحصائيا يعتد بهذه النتائج في عمليات التفسير. عشان كده لازم الإدارة تقعد تفكر تاني في كل ما سبق ونقول بماذا ننصح الإدارة.
لا صح، إدارة إنها تهتم بالعامل الأول رقم واحد، ثم العامل الثاني، ثم العامل الثالث، وتدعيم كل متغير محمل على كل من هذه العوامل بعد ما احنا اتفقنا إن العامل الأول بيدل على إيجابيات التدوير الوظيفي، العامل الثاني كان ضرورة التطبيق لمنع التكيف السلبي مع العاملين، العامل الثالث اللي هو السلبيات من وجهة نظر مفردات العينة كيف يمكن التغلب عليها. شكرا جزيلا.